عايزة تطلعي من جوزك ليه؟ ها؟ ها انت لسه هتهوهوي، ما تحكي يا فوقه. حاضر يا ماما اصبري عليا، عشان هو اللي عماني وضيع شبابي يا سعاده القاضي. منك لله يا ظالم، كان متجوز بنتي ورده مفتحه، رجعالي صباره يا بيه. احكي له يا بنتي اتعاملتي ازاي. انا كنت واقفه بطبخ زي كل يوم، ولقيته جايب سيف كبير وحطه على الجمر وحطه قدام عيني في عماني. جمر وسيف؟ ليه؟ انت متجوزه ابو لهب؟ ما هو ده مش السبب الوحيد لفقدانها بصرها يا فندم. البيل اللي قدامك والملقب بتمساح اللغه العربيه حب يعاقب مراته المسكينه زي ما بيعاقب الطلبه بتوعه. ضربها بالخرزان على دماغها مما ادى لفقد بصرها فقدان كلي. ودي شهاده مختومه من الدكتور بتثبت كلامي. اه بس دي شهاده بطن يا استاذ، انت جاي تطلع لها رخصه ولا ايه؟ انا اسف يا فندم. اه دي شهاده مختومه. لا مش مختومه، ثواني. دي شهاده مختومه من دكتور النظر بتثبت كلامي. اه مختومه فعلا، الكتم موجود. اه بس هنا التقرير بيقول انها فقدت بصرها نتيجه الخزق في العينين. لا فوز فيك يا سياده القاضي. اتقي الله، اتقي الله في اللغه العربيه، لقد طعنت اللغه العربيه في نحرها. طالما محصلتك اللغويه صفر اصمتي. سيد القاضي، اني اشهد الله اني عاشرت هذه المراه بكل دفء وحنان. تخيل نفسك مكان زوجتي، معلش تخيل نفسك اضمك الى حضني طوال الليل وأهدهدك، وعندما تفتح عينيك في الصباح الباكر تجد وجهي المشرق أبتسم لك، وبصوت دافئ وبفنلتي القط القطنية أقول لك: ووفاء هيفاء القوام كأنها فلك مشرعة على الأمواج. إيه اللي أنت بتقوله ده يا أستاذ عبد البارئ؟ أنت راجل بتاع لغة عربية ودين، عيب كده. طلعنا انا بره الحوارات دي. عذرا سيد القاضي، كان مجرد تشبيه. سيد القاضي، سيد القاضي، ان اكبر عقاب تعرضت له هذه المدعيه هو مجرد اني عملت لها استدعاء ولي امر، وبالفعل جاءت حماتي، ومن ساعتها لصقت لنا بغراء، واكتشفت ساعتها انه اكبر عقاب لي انا شخصيا. عقاب؟ أنا عقاب يا عرة الرجالة، يا كلب الدروس الخصوصية، يا بوكلون يا خمس خمسات. لم لسانك يا أم جلامبو، أنا ابني أشرف من الشرف. شوف بنتك دي المعيوبة، ها؟ شوف يا سيادة القاضي، البنت دي وأمها بيعملوا علينا تمثيلية،